ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضيع. حنا بالضبط في العاصمة التمور درميلة، بلاصة الجملة. غندخلو غنسولو يعني تجار ديال التمور واش الثمن مناسب يعني رمضان على الأبواب، ونشوفوا يعني اين التمور الأنواع ديالها اللي كتستهلك أكثر. إلا بغيتو تعرفوا أجيو معايا للبلاد. كاين مثلا كاين الجهل، كاين بوفقوس، كاين المجهول، كاين بورار، كاين الخلط بأنواعه، بوسحمي، بورار، بوزكار، طلع أشكال التمور ديال البلاد. التمر مناسب، التمر مناسب جدا جدا. قبل عندنا غالي شويه، وكان الثمن غالي شويه، ما شراش متيحش بزاف. كاين الثمن ديال البلاد، ديال البلاد وديال الخارج. دابا ديال الخارجيه هي خارجه بزاف السوق، بحال مثلا الجزائريه، السكري، المهم خارجه تونس، المهم اقبال بزاف. التمر بزاف دابا هو الجزائريه والسؤال السعوديه. مناسب الثمن عادي بحال العام الفايت. ديال البلاد قليله هاد العام، تتخرج هي قليله هاد العام. والمجهول بالنسبه للمجهول كثير موجود، المجهول موجود، هو اللي في المغرب هاد العام موجود. وبالنسبه للتمور ديال البلاد راه قليله شويه، هو التمر اللي كيجي من برا اللي كيجي ديال التصدير. كاين بالنسبه لهاد العام ناقص شويه، ماشي بزاف، واحد شويه مناسبه بالنسبه للسنه الماضيه. الاثمنه مناسبه بزاف كاع، لا لا ما كاينش الاسعار بزاف ناقصه كاع الاسعار بالنسبه للسنه الماضيه. مناسب كاين، يقبل كاين، كاين الحمد لله، كاين كاين بزاف الانواع. كاين السكري، كاين الجزائريه، كاين التونسيه، كاين تمر البلاد ديال الزاكوره، كاين خارج الخالي. التمر تقريبا تيخرج ديال تونس، ديال تونس تيخرج. هو الناس دابا اكثريه تيبغوا التمر ديال برا، هو احسن تمر هو ديال البلاد. كاينه التمور دابا ديال البلاد قليله، كاين ديال البلاد بغاوه الناس ولكن قليل. كاين الجيل كاين فيه جوده عاليه ولكن قليل. كاين بوستحمي ديال البلاد، كاين المجهول، ولكن بالنسبه لدابا اللي كاين في الاغلبيه في السوق كاين التمور ديال الخليج، ديال السعوديه، ديال الامارات، وكاين ديال العراق، وكاين ديال الجزائر واخا ما بغيناش ندخل كاع، التونسيه بلا وانا، وكاينه التونسيه. ثمن مناسب، ثمن مناسب تقريبا. كنهضروا على السكري ديال العراق، ديال السعوديه كان عامل 30 درهم 31، دابا هذا العام 30 31. التمور الجزائريه كانت ب 32 ونص حتى 35، نفس الثمن. هو بغاوه الناس ولكن راه قليل مع الجفاف، مع الجفاف ما كاينش الكميه الكافيه. والجيل حتى هو راه كاين ولكن قليل. انا صراحه الاثمنه لم تغير كثيرا، ما تقريبا نفس الثمن الذي سبق السنوات الماضية. بالنسبة للتمور ديال البلاد قليلة شوية على حسب الشتاء، وبمقارنة مع التمور الجزائرية والتونسية وما وغير ذلك، فهي موجودة، ولكن أفضلت أن أستهلك التمور المحلية. لا لا الثمن كيبان لي، لا 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 ما مرتفعش بزاف صراحة. الثمن العام اللي فات نيت كانت 2 كيلو 80 70.